مباشرة ينضم إلي من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي، بالتأكيد يعني تصل إليك المعلومات المتعلقة بالوضع الإنساني المأساوي الذي يعاني منه المنكوبون في مناطق الشمال السوري، آخر المعلومات الواردة إليك. نعم نعم، ما يهمنا الآن أن تصل فرق الإنقاذ إلى الذين هم تحت أنقاض هذه المباني التي تهدمت والتي هي كثيرة جداً، وأيضا ما يهمنا أن يتصل فرق طبية لمساعدة المصابين حقيقة الأمر. ودعنا نقول أيضا هناك فئة أخرى التي شردت من منازلها، هؤلاء يعنيهم أن نقدم لهم مساعدات عاجلة لا أن يكونون في العراء. هناك الكثير الآن من السوريين في تلك المناطق وفي شمال سوريا يخشون أن يباتون في منازلهم المتصدعة خوفا من أن تكون هناك هزات ارتدادية. هذا الآن من قضى إلى ربه قضى الآن، كان يمكن الإنقاذ الكثير، ولكن مع الأسف لا يوجد إمكانيات. أنت في بلد لا يوجد لديه إمكانيات، لم يطلب النظام السوري المساعدة صباحا إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع الكارثي. نحو 900 حتى اللحظة هم الذين ماتوا، الذين قتلوا، الذين توفوا، الذين استشهدوا، هؤلاء المدنيين. شاهدنا الأطفال كيف كانوا عالقين تحت الأنقاض، لم يتمكن أحد من إنقاذهم، فارق الحياة. شاهدنا الذي يبحث عن والدته ووالده الذي لا يزال تحت الأنقاض، هل هو حي، هل هو ميت، هل هو مصاب، لا نعلم ما مصيرهم. لذلك أقول الأهم الآن أن تكون هناك فرق إغاثية للمساعدة، لا ننتظر حتى يوم الغد. كان على روسيا المقربة من النظام أن ترسل الفرق اليوم قبل غد، على إيران المقربة من النظام أن ترسل الفرق الطبية. كان يجب على النظام السوري منذ الساعات الأولى أن يطلب مساعدة الدول العربية، الحضن العربي، ولا ينتظر أن يقول بأنه يرسل سيارات إسعاف من دمشق وصلت متأخرا، وكان من مات مات، وكان العدد بضعة عشرات، والآن نتحدث عن مئات ومئات الذين قضوا في مناطق النظام لوحده، ونتحدث عن مئات المصابين. إلى الآن الأوضاع كارثية، إلى الآن هناك. طب أصلا هل وصلت مساعدات للمناطق التي يسيطر عليها النظام؟ لم تصل مساعدات من أين؟ وصلت بعض سيارات الإسعاف والفرق الطبية من دمشق بعد ساعات من إرسالها. قلت صباحا عبر شاشتكم، لماذا لم ترسل المروحيات بالفرق الطبية والإغاثية، المروحيات التي كانت تلقي البراميل المتفجرة على أحياء حلب التي الآن سقطت الكثير من مبانيها في هذه الزلازل، لماذا لم ترسل فرق الإغاثة إلى هذه المناطق بالمروحيات وأرسلت في الطرق البرية التي تأخذ ساعات لكي تصل إلى المناطق المتضررة؟ طيب هذا الوضع ليس بحاجة إلى يعني حال من التنسيق، خاصة وأنه يعني الوضع سياسيا متأزم، وبالتالي هناك حاجة إلى تنسيق إن ما تم أصلا، خاصة أنه بعض المراقبين يتحدثوا عن وجود شكوك بوصول مساعدات متوقعة عبر النظام إلى المناطق التي لا يسيطر عليها. يا سيدي، المساعدات لم تصل إلى مناطق النظام حتى تصل إلى المناطق التي لا يسيطر عليها. هناك حديث عن وصولها غدا. غدا 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 تكون المساعدات تأخرت، ولكن جيد أن تصل غدا. عندما تصل المساعدات سنشاهد هذه المساعدات ستدخل إلى جميع المناطق. هل ستبقى هذه المعابر داخل الأراضي السورية قائمة، أم ستلغى المعابر السياسية، المعابر بين هذه المجموعات، وتدخل المساعدات إلى كامل أبناء الشعب السوري؟ دعني أقول لك الآن أن الحواجز السياسية يجب أن تنتهي، وقلتها صباحا. الذين قتلوا بهذه الزلازل لم يكونوا لا موالاة ولا معارضة، كانوا أبناء الشعب السوري، لم يكونوا يعني سنة وعلويين أو عرب وأكراد، كانوا من كافة أبناء الشعب السوري، مهجرين، نازحين، سكان تلك المناطق خلطت دماؤهم بالتراب السوري. يعني بالتأكيد حتى يعني ما يشار إليه بأن يكون هذا الوضع كليات والمتأزم نافذة إنسانية ينظر من خلالها على الأوضاع. طب خليني أتحدث عن الوضع الروسي أو موقف موسكو. عندما تتحدث عن تقديم مساعدات، هل تتحدث أيضا عن إيصال هذه المساعدات للمناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، أم إن الموضوع فقط مقترن بالمناطق التي يحكمها النظام السوري؟ من المفترض أن تصل المساعدات إلى كامل التراب السوري، ونحن نعلم بأن الكثير من الذين هم الآن في مناطق عفرين أو الخاضعة للسيطرة التركية
أو مناطق أدلب هم نزحوا إلى تلك المناطق نتيجة التفاهمات الروسية التركية أنهم مهجرون إلى تلك المناطق. لذلك أقول المساعدات تجب إلى كامل التراب السوري، إلى كامل أبناء الشعب السوري. لا أحد يقول لي هنا حكومة مؤقتة وحكومة إنقاذ وحكومة دمشق، يجب أن تكون المساعدات للجميع. وأيضا يجب على الإدارة الذاتية أيضا تقديم العون والمساعدات إلى أيضا أبناء الشعب السوري بغض النظر إذا كانوا في مناطق السيطرة التركية أو مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام أو مناطق النظام. شكرا جزيلا إذن من المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.